حضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، رجعنا معاكم مرة تانية وبنواصل تقديم الفقرة التانية في برنامجنا حديثة تعليمية ليوم السبت. الحقيقة النهاردة بنتكلم معاكم عن الدراسة عن بعد أو التعليم عن بعد. دايما الفكرة دي فيها تقبل من بعض الطلاب والبعض الآخر مش بيتقبلها، في بعض الأحيان بتمثل سهولة، في بعض الأحيان بتمثل صعوبة، لها مميزات ولها عيوب. يعني في البعض بيقدر إن هو يطبقها بسهولة، سواء يعني كان داخل في البيت مثلا او في حتى ولو هو متواجد في المدرسه من خلال ادوات معينه ومن خلال وسائل معينه، والبعض الاخر بيتعذر او بيكون صعب عليه تطبيقها. النهارده هنتكلم عن كل الموضوعات دي ذات الصله مع ضيفنا الدكتور ربيع سيد ربيع، مدرس بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بالشرقيه. مرحبا بيكم، صباح الخير. اهلا وسهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. وطبعا انا في بدايه الكلام يعني بحب ارحب بالاستوديو، ودايما يا رب دايما كده ربنا يحفظكم ويحفظ مصر ان شاء الله ويحفظ ابنائنا الطلاب، وان شاء الله خير بامر الله. جميل دكتور، خلينا نتكلم مع حضرتك ونقول ان المنصات الالكترونيه والدراسه عن بعد دلوقتي اتاحت مصادر كتيره جدا، بقى عندنا وسائل متعدده ومتنوعه في التعليم. يعني هل فعلا الدراسه عبر الانترنت او التعليم الالكتروني بيصلح في كل وقت، ولا ممكن نفعله اكتر نوظفه اكتر في وقت زي الازمات زي مثلا الفتره الماضيه في جائحه كورونا؟ مفترض علينا ان احنا نسير في الامر ده خلال الفتره الماضيه ونفعله في كل المدارس في كل الجامعات؟ والله انا عاوز بس اقول انا شايف ضجه جامده قوي، الناس يعني مش مستوعبه التعليم عن بعد. التعليم عن بعد ده اساسا مش من النهارده، يعني اظن في جامعه المنصوره كان في من 2005 كانت حته استعراض الانشطه الطلابيه كان عن برضه عن طريق التعليم عن بعد. اصبح امريكا دلوقتي من فترات طويله تعليم عن بعد. التعليم عن بعد النهارده شيء مش صعب، بالعكس هو شيء سهل جدا، بيبقى فيه استجابه بين عضو هيئه التدريس وطلابه. الموضوع مفتوح جدا ليه، بيقدر يبقى فيه برضه تفاعل اكتر. بس هي حضرتك عايز اقول لحضرتك ان احنا طبعا في ناس بتقول لك متخوفه ان من الشق النظري، في كليات نظريه وفي كليات عمليه. الكليات النظريه طبعا بتتيح ليها التعليم عن بعد، وبرضه نفس الحكاية هو ايه برضه عن التعليم عن بعد بالنسبة للكليات العملية، طبعا عن طريق حضرتك بعض الشرايح زي العروض ممكن يقدر يقدمها برضه نفس الحكاية، وبيبدأ برضه يتواصل مع الطلاب بتوعه ويبدأ يشرح وما فيش أدنى مشكلة، يعني مش شايف هي فيها مشكلة بالنسبة. يعني يا دكتور ان اختلفت حتى الكليات زي ما حضرتك قلت طابعها كان عملي او طابعها نظري، ما فيش أدنى مشكلة. هي الموضوع سيان، يعني في ناس كانت دايما تقول ان الموضوعات ذات الطابع عملي هي اللي محتاجة اكتر انترنت، محتاج فيديوهات، محتاجات بوستس معينة، تدعيم مثلا مرئي او بالصوت، بالصورة، برزنتيشن معين، مؤثرات صوتية بصرية، يعني اكتر منه كليات النظرية. لكن حضرتك شايف ان الاتنين زي بعض؟ الاتنين زي بعض، وهو نفس التفاعل، لان هو اساسا بيتفاعل مع الطلاب بتوعه سواء في اي استفسارات في اي حاجة هو بيقدر يوضح لها لهم، اكنه برضو موجود داخل المنصة التعليمية اللي داخل الجامعة، سواء في المدرجات او اي حاجة او في السكشن بتاعه ما فيش ادنى مشكله، بيتفاعل مع الطلاب. هي نفس الكلام. جميل. المميزات اللي احنا اكتسبناها او عادت علينا في الفتره الماضيه من المدرسين، المعلمين، المحاضرين، من المنصات التعليميه، من استخدام عموما الدراسه عن بعد او التعليم الالكتروني. والله احنا استفدنا لحاجه واحده، لان احنا حضرتك كمجتمع مصري كان عندنا غايب حته التعليم عن بعد، لان المفترض ان بره بيسيب لك الارتاحيه في انك انت تقدري تعملي ريسيرش وتبحثي وتدرسي، مش فقط بس هو مجرد الكتاب اللي الدكتور حطه او المنهج اللي حطاه مثلا وزاره التربيه والتعليم سواء في التعليم الاساسي او في التعليم الجامعي. لا، هو سايب لك المفتوح، موضوع مفتوح انك تقدري توسعي افق الطالب. ان المفروض النهارده الانترنت بيستخدم عندنا استخدام مش كويس، لا النهارده بيدي للطالب، بيتيح للطالب انه يقدر يبحث عن الموضوع اللي هو عاوزه، يقدر يجمع بعض المراجع العلميه اكتر من مرجع علمي، يقدر يبحث عنه، يقدر يشوف المعلومه سواء بطريقه مبسطه او بيقدر عاوز يزود من قدراته او من معلوماته عن طريق الانترنت. فبالتالي ان انا شايف ان التعليم عن بعد شيء كويس، مش سلبي بالنسبه للطالب او اعضاء التدريس، بالعكس. لا
طيب مع حضرتك نقول ونستعرض حالة التقبل أو عدم التقبل اللي موجودة دلوقتي، سببها إيه؟ هل ده نوع من التراخي من الطلاب إنهم مش عايزين يستخدموا التعليم الإلكتروني؟ هل الآباء والأمهات برضو عندهم في المراحل حتى التعليمية الصغيرة بيكون في مشكلة في استخدام الأونلاين؟ يعني ليه الحالة دي واخدة عندنا مرة اه ومرة لا، مرة بتنجح في ترم نلاقيه نسبة النجاح والأمور كويسة جدا، والترم التاني لا، فهل فعلا التجربة ما زالت لحد الآن قيد البحث؟ عاوز اقول لحضرتك حاجه، اي موضوع في مشكله في بدايته صعب. الموضوع بالنسبه لاولادنا حاجه لسه جديده، فاي حاجه لسه جديده طبعا بيبقى ليها صعوبه في فهمها، صعوبه انك ان في حته الممارسه. فمع الوقت طبعا هيبدا الطالب وهيبدا كمان المحاضر سواء المدرس او عضو هيئه التدريس هيبدا ياخد على هذا النظام وعلى هذا النمط وعلى هذا الشكل. وانا شايف كمان مش حته بس التعليم، لا ده انا شايف كمان وزاره الشباب والرياضه حتى الانشطه الطلابيه بدات النهارده من ناحيه برضو المنصه اللي هو عاملها السيد الدكتور وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، ان برضو بيبقى في تفاعل مع الاعضاء المركز مع الانشطه الطلابيه داخل الجامعات، فدي برضو حاجه كويسه. هي هتبدا ان شاء الله ان اولادنا هيبداوا هيمارسوها بسهوله جدا، بس هي هتاخد مننا وقت. ولكن ان في سلبيات، في بعض السلبيات، ان مع احترام لحضرتك ان بياخدوا الناحيه التكنولوجيا باستهتار، ففي فراغ في الحته دي في لان البدايه. الاولاد حضرتك اخذوا على ان دايما بنستخدم التكنولوجيا في ما هو ترفيهي مجرد ترفيهي وتربيحي وبس فقط لا غير من وبالظبط الناحيه كده، التعليميه بس. فالاولاد اخذوا على كده. كون ان انت تقول لهم بقى دلوقتي احنا هندخل في شق بقى تعليمي، وانك انت هتقعد تتقبل ماده علميه وفي نماذج وفي امتحانات وفي ارشادات كتير هتتقالك، المساله دي بالنسبه لهم اعتقد ما اعتقد صعبه بالنسبه لهم. بس ما انا قلت البدايه حضرتك في كلامي ان شاء الله مع الممارسه هيبدأ طبعا الأمور سهلة، وهنبدأ أساسا أكيد يبقى في تطوير الفترة اللي جاية إن شاء الله على المنصات الإلكترونية. هتلاقي في وسائل زي ما حضرتك زي ما قلت وسائل سماعية وسائل بصرية، هيبدأ في مؤثرات تقدر تجذب أبنائنا الطلاب للدراسة عن طريق التعليم عن بعد. وبالفعل يا دكتور كمان النقطة اللي نشير إليها إنه ما بقاش موضوع فقط يعني مرتبط بطرح مادة، يعني ده اللي كان بيحصل في الأول، بننزل المادة العلمية المقررات الدراسية يوم بعد يوم وشهر بعد شهر، لكن بمرور الوقت بقت عندنا نماذج استرشاديه، استشهاديه بقى عندنا امتحانات، بقى عندنا اكزامز، بقى عندنا اختبارات، كل تمام الحاجات دي اتاحتها وزاره التربيه والتعليم تمام وزاره التعليم العالي. تمام فاعتقد ان دي برضو يعني لعبت دور كبير جدا في تسهيل المهمه، ان انت مش بس بتذاكر على الانترنت، لا انت كمان امامك وقدامك بعض الامتحانات ووقت نعم معين، فكده كانك استغنيت بقى عن الكتاب خالص. حضرتك هو عمر ما هنستغنى برضو، عشان برضو بحضرتك زي ما انا قلت الكتاب ممكن هو تأليف من شخص، ولكن المعلومة انت هنا النهاردة حضرتك التعليم مفتوح، المعلومة اقدر اخدها من اكتر من مرجعية. والنهاردة ساب لك الموضوع انك تقدر ان الطلبة النهاردة هتلاقي مكاتب داخل الجامعات، مكتبات داخل الجامعات، ان النهاردة المكتبة تشوفي كم واحد بيتردد ليها، غير مثلا الانترنت. الطلبه مثلا تيجي اقول لهم مثلا اعملوا بحث، يقول لي طب يا دكتور نعمله عن طريق الانترنت. اصبح الانترنت هو دلوقتي مفهوم عند الشباب موجود، بس كان بيستخدموه غلط. فالنهارده المعلومه متاحه للجميع عن طريق وسائل الانترنت. وحته الامتحانات النهارده في نماذج مختلفه ومتعدده، ان النهارده ودكتور بيتيح للطالب ان انا اقدر ابني قدراته على مستويات الاسئله المحطوطه. كلامك لفتني لنقطه برضو مهمه جدا، وهو انه دلوقتي عشان تروح المكتبه محتاج منك يوم معين، نعم في طاقه استيعابيه معينه تمام موجوده في داخل المكتبه، تمام ربما في اشتراك لو انت من محافظه نعم تانية او من جهه تانية. كل العوائق دي بقى كل المشكلات دي ممكن تزول وتروح بسرعه جدا لو انت هتدخل على الانترنت، متاحه امامك مصادر مواقع الكترونيه كتيره ممكن تختار
تختار الاسهل منها وتحاول تجيب سورسز عديده ليك او يعني مصادر عديده ليك بحيث توثق المعلومه كده. فهنا وفرنا وقت، وفرنا جهد، وفرنا تكلفه ممكن كتير عبء. فكره ان انت لما بتقول له روح المكتبه واقعد في المكتبه واطلع على الكتب بيبقى عنده مشكله بيبقى كبيره. عنده مشكله كبيره وما عندوش صبر ان يقعد يطلع. فبالسهل جدا عن طريق الانترنت يقدر يعمل ريسيرش ويقدر يبحث عن المعلومه اللي هو عاوزها، وعنده المجال زي ما قلت سيادتك مفتوح في كذا مجالات متعدده اللي يقدر يجيب منها المعلومه. وسهل جدا زي ما سيادتك قلت انه بيوفر فعلا وقت وبيوفر لنفسه جهد، فبيبحث بالمعلومه وهو قاعد حتى كمان في البيت، مش شرط ان هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تاخذ شويه، وهو انه عدم الثقه في المصادر او في المعلومه. ليه؟ لان حضرتك عارف كلما تعددت المصادر كل ما كانت البعض منها اراء، البعض منها مقالات، كل واحد كاتبها باسلوبه وبطريقته، فبالتالي برضو لازم ينتقي نوع المصدر او نوع المعلومه اللي هو بيرجع لها ويتاكد انها موقع متعارف عليه، انه الكاتب او مثلا المجله او الحاجه اللي نشر المعلومه موثقه ومعروفه. حضرتك في كل الجامعات الحقيقه يعني برضو يعني الفرض يرجع لاستاذنا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والساده رؤساء الجامعات، ان الوقت النهارده في حاجه اسمها المكتبه الالكترونيه. يعني ايه؟ ان النهارده اي حضرتك كتيب او اي مرجع علمي سواء رسائل ماجستير او دكتوراه او مجلات علميه حضرتك متحمله على المكتبه الالكترونيه، فسهله جدا اخد المعلومه وانا برضو قاعد في البيت والمرجع صحيح لان موجود اسم المؤلف وتاريخ نشره وكل حاجه، فيقدر يوثق البحث اللي هو عمله. فده شيء كويس جدا يعني، ودي زي ما حضرتك قلت متاحة بدون متاحة موجودة في أي وقت، أي عدد من الباحثين أو من المشتركين اللي عايزين يدخلوا فيها، فدي افيلبل على طول. تمام، مفتوحة على طول حضرتك ومن غير أي اشتراكات حضرتك. وإن بيبحثوا وفي حاجة اسمها بنك المعلومات، إن برضو بنك المعلومات مرجع أساسي برضو بنرجع له لو في أي معلومة مش عارفينها بنقدر نبحث عنها في بنك المعلومات ونبدأ نستقرأ ليها. القراءة بقى في الكتب اللي في المكتبة إلى حد ما بتمثل عبء شوية، صح؟ نعم. انك انت تمسك مجلد او كتاب او مجلة علمية وتحاول ان انت تقرأ فيها يعني تمثل عبء، لكن لو انت تصفحتها بقى تصفح الكتروني هل الامر بيختلف؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجة، هي بترجع للنشأة. كان زمان يعني ولي الامر كان بيجيب الجرايد يقول لابنه خد اقرأ الخطوط العريضة او العناوين العريضة بالظبط، فالولد اساسا من النشأة خارج انه حابب القراءة، فهي بترجع من النشأة من الاول. لو هو مش عنده التنمية في الحتة دي او بنميه في الحتة دي حضرتك هيبقى صعب عليه شوية. فالبداية في الكليات النظرية بالذات عن العملية ان يبقى فيه دايما على طول بحث، يبقى دايما مرجعته اللي هو المكتبة، فبقى غصب عنه لازم يرجع للكتب ولازم يرجع للمراجع العلمية، فبالتالي بنبدأ ننميه واحدة واحدة اللي هو عملية البحث اللي هو الريسيرش. جميل. احنا هنا اتكلمنا عن دقة الاختيار او يعني او ازاي ان انت تنتقي او ان انت تختار فعلا مرجع موثوق فيه. طيب عايزين بقى نتكلم برضو مع يعني نقطة تانية، وهي هل بعض الطلاب بتتعامل باستهتار مع التعليم الالكتروني او الدراسة عن بعد؟ يعني لازالت حتى الان المفهوم وتطبيقات الاسلوب ده والدراسة دي حد الان لسه في اولاد بيتعاملوا معها بشكل مستهتر شوية؟ احنا مش عايزين نص هنقول يعني نرمي العبء على حتة التعليم عن بعد او القصة دي. لو جيت برضه حضرتك داخل الجامعات او داخل الكليات هتلاقي في ناس الاهتمام ده نابع من الطالب نفسه. أيه. لو هو نابع من الطالب هتلاقيه بيخش المحاضرة وهيحضر وهيلتزم، وادي محاضرة وادي العضو هيئة التدريس موجود والطلبة زمايله موجودين. طب لو هو مش حابب او هو مش فاضي ومش عاوز مش في دماغه التعليم، هو يقول لك انا هاخد شهاده وخلاص، هو مش هيخش ولا هيدور عن المنصه التعليميه. فدي مش راجعه لنظام حاطينه ان احنا بنحافظ عليه على اولادنا، هم اللي المفروض من عندهم ان احنا الدوله كتر خيرها حافظت عليهم كابنائنا، ان احنا مفروض من جوانا ان احنا لا نلتزم بالناحيه التعليميه سواء في داخل الجامعات او سواء المنصه التعليميه. اما في بعض موجود ان في استهتار، في استهتار من بعض الطلاب. الاختبارات ننتقل بقى لمرحله تانية وهي الاختبارات الالكترونيه. يا ترى
بتكون سهلة صعبة، جدوى تطبيقها ايه تمام، وهل فعلا من خلالها نقدر نقيم الطالب، ولا لازالت بقى الاختبارات الورقية والامتحانات الورقية هي الأساس؟ والله احنا المفروض في عصر، يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عصر التطوير، واللي احنا شايفين ان تواكب العصر الوقت اختلف. زمان يعني في امريكا وفي اوروبا ودول العرب، بعض الدول العرب، ان في حضرتك نظام التعليم ونظام الامتحانات. زي مثلا انا حضرتك، انا افتكر كده نظام التويفل لما جيت اسجل للدكتوراه والماجستير، ما اونلاين بالظبط. صح كده؟ لما حضرتك تيجي تاخدي دوره الاي سي دي ال الكمبيوتر، ما كان اونلاين. هو القصه كلها ان احنا اللي اتاخرنا شويه، ولكن نظام التعليم او المجتمع الافتراضي موجود. بالعكس، ان في تحكم في تقييم الامتحان، في تقييم الامتحان، لان هو اكيد حاطط مستوى معين للامتحان، وهتلاقي مستوى الامتحان مش تقليدي، في برضه اللي يناسب مستوى البسيط للطالب، وفي المستوى الطالب ما شاء الله عليه اللي عنده الامكانيات ان يقدر يقرا ويقدر يبحث على المعلومه. هتلاقي الامتحان متنوع، وان تقييم الامتحان الناس تقول لك لا ده يبقى فيه غش، لا الكلام ده كله لا. اظن الامتحان يبقى الكتروني داخل المحاضرات وداخل المدرجات. يعني في تصور حضرتك فعلا مثل هذه الامتحانات الإلكترونية هي يعني أفضل، فقط بس احنا نديها الوقت، أو نديها يعني ما نحكمش على تجربة سريعة. لا، ما نقدرش نحكم على اي تجربه. اي تجربه في بدايتها زي ما قلت لحضرتك هي صعبه، وفيها هتلاقي هيقابلنا بعض السلبيات، ولكن اكيد بعد ما ننجح من التجربه دي ونعرف ايه سلبياتنا وايجابياتنا، في المرحله الجايه اكيد هنتلاشى هذه السلبيات اللي هتظهر ان دكتور، شاء الله. ما فيش موقع هنا للغش؟ يعني لا وجود ولا حضور للغش في وسط الاختبارات الإلكترونية، ولا ممكن يحصل بس النسب طفيفة جدا؟ هي صعبة الغش، يعني صعب الغش في النظام الإلكتروني. تمام. ليه؟ كل واحد له امتحان منفصل؟ كل واحد ليه امتحان منفصل، واللي قاعد مثلا جنبه غير اللي جنبه. يعني مثلا أنا حاطط السؤال لسنة أولى، ممكن أجي جنبه سنة تانية، وهكذا. فمش هتدي فرصة للغش. انت على قد الامكانيات وقد معلوماتك وقد استوعابك للمعلومات هو اللي هتقدر تجاوب بيه. جميل. ايه العقبات او المشكلات اللي بتواجه التعليم الالكتروني او الدراسة عن بعد حتى الان في تصورك؟ ايه اللي تخطيناه في الفترة الماضية؟ يمكن مر علينا اكتر من ترم اختبرنا فيهم فكرة الاونلاين، وشفنا نجاحات وشفنا اخفاقات، ده بطبيعة الحال. ايه اللي لسه محتاجين نعمل استرس عليه، ناخد بالنا منه، سواء من ناحية الطلاب، من ناحية المعلمين، من ناحية الانتظام نفسه في الحضور، اليات التقييم نفسها، شكل الاختبار، شكل النماذج اللي بتوضع، ايه اللي محتاجين ان احنا ناخد بالنا منه في الفترة القادمة؟ المفروض الفترة القادمة ان شاء الله ان احنا نكثف اكتر من كده، من ناحية برضو وسائل الاعلام، من ناحية التعليم عن بعد. ان يعني انا كنت بشوف إن من ناحية طبعا التعليم الاساسي، ان كان زمان في اسمها مازالت قناة تعليمية موجودة، بدل ما عن طريق بس الانترنت، بينكم لو عن طريق وسائل الاعلام يبقى افضل، يبقى برامج موجودة لجميع التخصصات. انا عارف يبقى صعب طبعا، بس يبقى دي افضل. حضرتك بالنسبة للنماذج الامتحانات، اتمنى يبقى انه في نماذج متعددة ومختلفة للتدريب. الطالب اللي هو بامتحان شهري، اللي هو زي ما بنسميه الميد تيرم، يبقى نظام الكتروني بدل ما يكون ورقي بيبر، لا يبقى نظام الكتروني، بحيث ان احنا بنقدر ندرب ابنائنا الطلاب على الموضوع بيبقى شكله كويس، ويبقى لما يجي يخش الامتحان اخر السنة هيقدر يجتاز الامتحان. أنتم يعني كأعضاء هيئة التدريس، كمعلمين، كمحاضرين، إزاي تطمئنوا الطلاب أو تبثوا فيهم روح الطمأنينة نحو استخدام هذه الأدوات الجديدة الحديثة وتطبيقاتها المختلفة؟ لو حد واجه مشكلة إزاي بيتعامل معاها؟ هل أنتم بتبقوا متاحين بطرق مختلفة، سواء في الجامعات مثلا أو من خلال تليفوناتكم، وسائل معينة علشان لو واجهتنا أي مشكلات الطالب يتفاداها؟
احنا حضرتك طبعا احنا عاملين زي غرفة عمليات سيادتك لكل عضو هيئة تدريس بالمواد بتاعته بالطلابه. احنا عاملين مجموعة جروب كمان على الواتس، وعاملين على الجروب على الفيس، بنقدر نتواصل معاهم يوميا. بتلاقي يا دكتور بناء في في رد، تجاوب في في تجاوب، استجاباتهم او وفي تجاوب غير كده كمان، في ناس بتتصل ممكن تليفونيا، يا دكتور ربيع انا هعمل ايه، طيب انا اخش اجاوب ازاي، طب طريقة البحث دي اعملها ازاي، يبقى في تجاوب. وبرضه اعيد تاني واخرج عن، حتى لو هقدم موعد البث بتاعي قبل المحاضرة اللي انا هديها، بستأذن من ادارة الجامعة ان انا هعمل بث تاني مباشر بحيث ان اولادنا تقدر تستوعب المعلومة اكتر. ولو في شرح لبعض الخطوات مثلا او حاجات مفيش مشكلة برضو ممكن تقدمها. لا ما فيش ادنى اي مشكلة، تساؤلات اي تساؤلات بم... استفسارات لا لازم حضرتك اولا باول بتحاول تجاوب عليها يعني. تمام. ده حضرتك كمان، ان احنا حضرتك في مواعيد محددة للمحاضرات بيبقى على طبعا طلابنا يبقى عارفين بيها. واحنا زي ما قلت لك ان في طبعا التواصل معاهم عن طريق الواتس او الفيس او عن طريق التليفونات متاحة. نسب الحضور يا دكتور بتفرق معاكم في يعني عملية التقييم نفسها، في شكل الدرس او شكل المحاضرة؟ طبعا الالكتروني مختلف تماما، انت لما كنت بتدخل المدرج بتبقى على الاقل اتليست كده محدد، تقول مثلا النهاردة نسبة 50% موجودة، نسبة مثلا 70%، هل فعلا المسألة دي بتقدر توصل لها ولا لا؟ وفرق معاك يعني، انت بتقول مثلا ارشادات معينة او خدوا بالكم او عايزكم تكونوا موجودين؟ طبعا ان بتختلف معايا من محاضره لمحاضره، ايوه بشوف نسبه التفاعل او الاستجابه معايا قد ايه، كم مشاهد معايا، كم عدد ابناء الطلاب حاضرين معايا قد ايه. بكل مره انا بنفسي بعمل تقييم، اقول والله المحاضره دي اللي ظهر عندي حوالي 150 200 300، تمام باجي المحاضره الجايه اشوف النسبه علت راحت ولا فين. قلت ولا راحت فين. لا بلاقي الحمد لله ان في استجابه اكتر، لان زي ما قلت لك هي كانت في البدايه صعبه علينا، ولكن الوقت الحمد لله بدات الناس بدات خلاص الامور بقت طبيعيه بالنسبه لها. يعني اصبح يعني زي ما نقول لا مفر منها، وكمان استخدامك لوسائل كتير وتطبيقات كتيره جدا خلت الاولاد نفسهم ينجذبوا للتعليم الالكتروني. وغير كده زي ما سيادتك قلتي، يعني احنا زي ما بنعمل مثلا، احنا مش مجرد ان احنا مجرد هو ان احنا بنتكلم او بندي المحاضره نظريه، لا ده في حضرتك شرايح للعرض للماده نفسها بتجذب الطلاب. بجيب لهم تجارب علميه، ممكن قطع من الافلام اللي هي الموجوده عن الموضوع نفسه، بيقدر يجذب الطلاب وبيقدر ان برضه يستفيدوا من التجارب علميه بره. يعني حضرتك بتعمل ابديتنج للماده الخاصه بيك اولا باول، وكل تمام ترم بتختلف عن عن الترم التاني التاني، طبعا وكل شهر بيختلف، طبعا لان حياتك حتى مع الانترنت ومع هذا العالم الالكتروني اكيد هتختلف. هتختار احنا نفسنا شخصيا بنختلف طبعا، فبيتخلينا بنفتح احنا كمان بيبقى بغصب عننا بنبحث، يعني احنا كمان احنا اللي بنذاكر، يعني مش الطلبه بس اللي بتذاكر، لا ده احنا اللي بنذاكر وبنبحث عن معلومه اكتر، وبنشوف بره العالم ازاي، يعني ازاي خدمه اجتماعيه دي في امريكا عايشين ازاي، مثلا ازاي مثلا التحضر احدث ده، الدراسات الدراسات اكتر، الكتابات اللي الكتابات اتكتبت اللي اتكتبت ازاي، نظام التاليف عندهم ازاي ماشي، المرجعيه ماشيه ازاي بالظبط. عندهم. فدي بادت ميزه للطالب وادت ميزه لعضو هيئه التدريس. جميل جدا جدا الحقيقه، يعني النهارده استعرضنا معاك كل النقاط، في نقطه باقيه او يعني حاجه ذات صله تحب ان انت اخيرا تقولها كنصيحه عامه كده لطلابنا قبل ما نختتم اللقاء؟ انا عاوز اقول لهم ما تقلقوش، انتوا ابنائنا وان شاء الله كل حاجه سهله، هي زي ما قلت في بدايه كلامي هي بس في البدايه صعبه، وان شاء الله كل حاجه يبقى سهل، وان شاء الله اللي هتعدي الامتحانات على خير، وان شاء الله ربنا يحفظكم ويحفظ مصر ان شاء الله. وان زي ما حضرتك قلت كل ترم بيختلف في الحكم، فلازلنا حتى الان انه مرت ترمين او ثلاثه، حتى الان لسه برضو ان شاء الله الاجيال اللي جايه هتستفيد اكتر واكتر طبعا ان شاء الله. ان من شاء غير ما الله. طبعا شكرا ليك يا صباح فندم، الخير على حضرتك دكتور شكرا ربيع، صباح نورتنا. النور، ربنا يديك شكرا الشرح، شكرا ليك يا شكرا. فندم، شكرا ليك، اتفضل. مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا وفقرتنا النهاردة في برنامجنا حديث التعليمية، حتى نلتقي مجددا تقبلوا تحياتي.